ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمنا من مصدر مطلع أن العناصر الأمنية لمدينة المحمدية ألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 18 سنة للاشتباه بتورطها في مقتل المواطن التونسي والعشيقين مؤخرا بنفس المدينة. وكشفت مصادرنا أن العناصر الأمنية وأثناء تفتيشها لهاتف القاتل عثرت على فيديو مصور تظهر من خلاله الفتاة المذكورة وهي عارية، ليكشف الجاني أنها شاركت رفقته في الجريمة الشنعاء. وكان القاتل قد أقدم على قتل مواطن تونسي يوم الثلاثاء الماضي يبلغ من العمر قيد حياته 80 سنة من أجل السرقة داخل كابانو بشاطئ الداهومي، فيما قام نفس الشخص بقتل عشيقين الأسبوع الفارط ودفنهما في رمل شاطئ الداهومي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.